نظم النبي صلى الله عليه وسلم كل الحقوق، حقوق الرجال، حقوق النساء، حقوق الصبيان، حقوق حتى الحيوان، حتى الأشجار، حتى المجتمع. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام il met en l'ordre droit tout bonne quelque chose كوكل المرأة مدام والرجال والصبيان وكذلك الحيوانات الأشجار المجتمع نظم هذه الحقوق. تعرف الحق الذي لك والذي عليك، يعني ما بقي علينا إلا أن نطبق الإسلام. جاء لعمارة هذه الأرض لا لخراب الأرض، نعم لإصلاح الأرض. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح الأرض لا إفساد الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم بولي ريفورم سامون با بولي إفساد حتى قال عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني شجرة، لا تقوم الساعة حتى يغرسها. إذن أمر بماذا؟ بعمارة الأرض، بالأشجار، بعدم إفساد المياه، أشياء كثيرة. نعم. حافظ على العقل، لأن الحفاظ على العقل هذا من العقل. الآن كيف تفسده بشرب الخمر؟ إذا شرب الخمر يكون كالبهيمة، بل البهيمة أفضل منه. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذه النعمة العقل، كيف تذهبها بشرب الخمر؟ بل عرضت والله الخمر على بعض الحيوانات وأبت الشرب منها، لأن الخمر أم الخبائث. يعني لو تجمع كل الخبائث، هذه الخبائث ولدت من من؟ من الخمر، أم الخبائث، لا يوجد أخبث من الخمر. نعم. طيب. نعم. Que l'alcool qu'il mettait devant les animaux ne refusaient vous de boire, donc pas capable. رفض الحيوان. نعم، الحيوان رفض أن يشرب من الخمر والله. ويشربها بعض العقلاء اليوم، المتمدن المتطور يشرب الخمر، يذهب عقله بيديه. نسأل العافية والسلامة. أحل الله لنا الطيبات. الله سبحانه وتعالى فعل لو فول بونو بان كيتسوز كي بون. وحرم الخبائث. إن في حرام تبان كيتسوز مال بروب. خنزير. رابيان كوشون. الحشرات. الحيات، العقارب. بان زاني باي كوما بان سيربان بان كيتسوز كوم زا. الخبائث كذلك أشياء خبيثة. مثل مثلا اكرمك الله البول والغائط، بول الادمي غائط. اكرمك الله جمم اندفنونو ابو ابيسا مزمن مال بوبتي. تجد بعض الناس ياكل الخبائث اليوم، يضعها في فمه، قات ولا المهم هذه الاشياء. هذا الدين الاسلامي جاء بكل خير ودفع عن المسلم كل شر وخبيث. لا يجوز الدين كبر الإسلام إن بين نفعنا
avec tout du bien. Et il protège nous depuis tout, tout mauvais, tout quelque chose qu'on a dit tout là-là. Wallahi, la yu'arad al-din al-islami ala insan aqil غير متكبر ويرد هذا الدين لا يرد هذا الدين إلا مجنون أو مستكبر. والله نبيجمون كنا لسوي يعبون في الفيزيكا المنتالي فيت كيسا الدين كابل الإسلام يجي يبريزنتي devant lui il pourrait refuser except un jimon qui est arrogant. C'est bien du monde qui a oublié, il pourrait faire sa ligne au soir, il y en a quelque chose de mal, son esprit, il va fonctionner bien. لم يبقى علينا إلا نتعلم ونعمل وندعو. Dieu n'a pas rien qui reste là, non. Ça nous faisait prendre ça même quelque chose en considération. À cause de vie, valeur de vie, nous pouvons traiter ça même quelque chose. Et nous faisons même au risque. Pourquoi c'est une bonne religion? Il n'a pas rien là, non, bonne foi et bonne sœur. Pour nous apprendre, pour nous pratiquer, après pour nous donner l'invitation. Ça qui nous besoin là. Histoire avec ça. Ça, il peut être la phrase de la dépiller, partout nous passons dans ça. Apprendre, pratiquer, donner l'invitation. C'est un petit peu.